كابتن عادل، الاتحاد الافريقي، الاتحاد المصري لكره القدم، الحكام ولجنتها، الرابطه المصريه اللي بتدير مباراه الدوري العام، كل هؤلاء يواجههم النادي الاهلي في هذه الفتره قبل مباراه النهائي امام الوداد المغربي. طب بص يا كابتن، عاوز اقول لك كلمه. خد الامر من البدايه. قبل كده النادي الاهلي فاز باثنين ابطال افريقيا وكان هيفوز بالثالثه، كنا بنلعب النجم هنا. الاتحاد الافريقي طلع فرمان انه الاهلي ما ياخدش البطوله حتى على ملعبك هنا. هو يبدو ان ناحيه تسويقيه للاتحاد الافريقي انه ما فيش فرقه تكسب دوري ابطال ثلاث مرات ورا بعض. ده بيتهيألي ده وجهه نظرهم، يعني هو بيشتغلوا على كده. ماشي. بدليل انه وديكوا المغرب، وبعد المغرب في خطوه ثانيه، الحكم هيجيبوا لك حكم هيبقى بيفنش اخر مثلا، لسه مش عارفين، مش عايزين نسبه الاحداث. لا انا هقول لك، انا اقول لك ما لا، هي خطه ماشيه كده. الاتحاد الافريقي بيعمل كده. هيديك حكم ملاكي هيعمل حاجات كتيره، مش يعني مع ضد النادي الاهلي في المباراه نفسها. هو مطلوب ان النادي الاهلي يخسر البطوله. ده بالاتحاد الافريقي دي، واللي بقوله لك ده على مسؤوليتي انا. ليه؟ لانه حصلت معانا قبل كده وشفنا حاجات كتير قوي. مش معقوله المغرب يستضيف البطوله سنتين ورا بعض. مش معقوله. يعني احنا مش بنتكلم على المغرب، احنا بنتكلم على الاتحاد الافريقي. تمام يا كابتن. اما بقى حته الحكام، بس عايز اقول لك حاجه في النقطه دي اللي انت قلتها يا كابتن. ماشي. الكلام ده كله متوقع من الاتحاد الافريقي، وزي ما حضرتك قلت ايه، الكلام ده حصل قبل كده فمتوقع. انما لما تيجي المعوقات من ولاد بلدك، لا، غير متوقع بصراحه. ده هو السر في ولاد بلدك يا كابتن. الموضوع ابحث عن رجل مغربي اسمه اللي هو ماسك اللي في الاتحاد الافريقي، اسمه ايه، وفي الاتحاد الدولي. لا لا، رئيس الاتحاد المغربي يا كابتن، او رئيس الاتحاد فوزي المغربي. فوزي لقب. لا، وده قوي جدا. مظبوط. ابحث عنه. ده ليه؟ لانه ده بيشتغل، انا مش بكرهه، انا بحترمه جدا، لانه بيشتغل لدولته. احنا انت عندك ناس ما بتشتغلش لبلدها. انا بكلمك بمنتهى الامان، عندنا ناس موجوده في الاتحادات ما بتشتغلش. صحيح. بتستفاد من المنصب ليها فقط. اول ما يجي حاجه لمصر بيدوا ظهرهم. بحجة الشفافية، وإن ما بسندش أهو، وأنا ضد بلدي حتى. أنا بكلمك بمنتهى. مين يحاسب؟ محدش بيحاسب، لأن الموضوع إحساس ببلدك أكتر من إنك أنت حد يحاسبك. لازم تحارب عشان فرقتك وعشان بلدك وعلشان وعلشان وعلشان. هم الناس بيعملوا زي الجزائري روروة قبل كده. كان بيحارب. صحيح. وكان بيشتغل، وتلاقي كل بياخدوا حقهم تماما. مظبوط. انت هنا بتاخد حق الكوره بس. النادي الاهلي اتعود طول عمره انه بياخد حقه في الكوره، يلعب ويكسب بس. ولكن خلينا نتكلم في نقطه بقى ايجابيه اكتر يا كابتن. انت شفت انت الفار الماتش اللي فات؟ وشفت البروتوكول ولا الكلام اللي هو البروتوكول اللي هي اللي كانت في فقره كوميديه كده، حد قال ان فيها روح بروتوكول. دي كوميدية يعني. كان لازم تعمل زي كانك بتسمع حماده سلطان مثلا. أيوة. لانه الصعب في الامر ان يجي الكلام ده من مين؟ من رئيس المنظومه. أيوة. يعني رئيس المنظومه بيتكلم في القانون غلط، يبقى ما بالك الحكام هيبقى عاملين ايه في القانون. صحيح. بس اقول لك حاجه، الفار والقانون ما بيجيش على اي فرقه تاني، على الاهلي. ليه؟ لانه النادي الاهلي احيانا بيضايق الناس، بيكسب كتير ما شاء الله يعني، بيروح لبطوله افريقيا. وبعدين ليه النادي الاهلي يمثلك لوحده؟ ليه يعني النادي الاهلي يمثلك؟ اقول لك حاجه تانية. الكابتن سيد عبد الحفيظ اتطرد ليه؟ علشان بيقول للحكم القانون انت مش عارف القانون، ما تروحش للفار، لان دي مش لعبه فار. انت فاهم؟ بدل ما يشكره عمل ايه؟ طرده. انت فاهم الموضوع ماشي ازاي؟ صحيح. هي في الاخر، في اخر الامر اللي انا عايز اقوله لك، ان النادي الاهلي اقوى
من كل المهاترات دي، وهيقدر على كل الحاجات دي كلها. صحيح.